يشكل البحث العلمي والأكاديمي الرافعة الأساسية لاقتصاد المعرفة، إذ تسعى الدول دوما إلى التميز والإبداع العلمي. فمن من دول العالم تصدر قائمة البحث العلمي لهذا العام؟ تقرير ونتابع. أظهر مؤشر نيتشر والذي يقيس مستويات الإنتاج البحثي العلمي تبوأ الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى، في حين احتلت الصين المرتبة الثانية، ويأتي من بعدهما ألمانيا والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وكندا وكوريا الجنوبية وسويسرا وأستراليا. وبحسب تقرير لليونسكو صادر عام 2021، فإن العالم شهد ارتفاعا في الإنفاق على البحث العلمي في الفترة الممتدة بين 2014 و2018 بنسبة 19.2%، في حين أن الدول العربية ارتفع مستوى إنفاقها في الفترة ذاتها من 0.48% إلى 0.59%. أما على صعيد مساهمة البحث العلمي في الناتج المحلي الإجمالي في العالم العربي، فالتقارير الدولية تتحدث عن نسبة تتراوح بين 0% و1% فقط. إذن وعلى الرغم من نجاحات هنا وهناك تحققها بعض الدول العربية مؤخرا، حيث تشهد بعضها إدخال الأبحاث والتكنولوجيا الرقمية في مشاريعها، إلا أننا لا نزال بعيدين عن اللحاق بالإنتاج المعرفي العالمي. وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية دكتور عدنان الأمين. دكتور عدنان، صباح الخير. صباح الخير. معنا. صباح الخير دكتور. ما هي الأسباب وراء عدم تبوؤ البحث العلمي والأكاديمي مكانة مرموقة في العالم العربي؟ أسباب عديدة. أولا، البحث العلمي يجب أن نميز بين الأبحاث العلمية في الميادين العلوم الطبيعية وميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية. هناك فرق. التقرير الذي استمعنا إليه الآن يتعلق إجمالا بالأبحاث في علوم البحث والتطبيقية، مسميات علوم طبيعية، وهي لدينا مشكلة فيها في العالم العربي، مشكلة مزدوجة لأقول. الوجه الأول أنه هي قلة الإنفاق على البحث العلمي. مشكلة مادية. نعم، قضية مادية، الإنفاق إما في الجامعات وإما في مراكز الأبحاث. يعني عموما يكون هناك مراكز أبحاث حكومية أو غير حكومية، والحكومات عموما تضع موارد في هذه المراكز، لأن البحث العلمي العلوم الطبيعية تحتاج إلى موارد مالية عالية. نعم. هذه مشكلة. المشكلة الثانية أنه الذين يقومون بأبحاث علمية في بلداننا هن نقول مراكز أبحاث علمية قليلة، والباحثون هم أساتذة الجامعات. أين ينشرون؟ ينشرون في أوروبا أو أمريكا. وبالتالي نتائج الأبحاث العلمية تنشر في مكان آخر، وليس هناك من يستقبلها أو يستقبل نتائجها محليا على مستوى الوطني. فبصير الاهتمام بالبحث بهالحالي ينخفض، إما من ناحية المؤسسات أو من ناحية الحكومات. وبالتالي بتلاقي مكانة العالم العربي على صعيد النشر العالمي أيضا منخفضة إذا بتقارنيها بإسرائيل مثلا. نعم. فرق كبير. طيب دكتور، البعض يعتبر أن هناك نقص في الكادرات العلمية بسبب ظاهرة هجرة الأدمغة في العالم العربي، مما يؤدي إلى ضحالة الموارد المعرفية. هل هذا صحيح برأيك؟ طبعا، بس هذه مشكلة، هذه ناتج عن المشكلة الأصلية. يعني الناس الإنفاق، يعني علما أنه بالدول العربية ينفقون أموالا طائلة في تشييد جامعات ومدارس عالية المقاييس. هذا مباني. نعم، ينفق، ولكن الإنفاق على البحث العلمي له غير منطق. منطق متعلق بالثقة، أنه أنا أضع هذه الأموال في هذه المؤسسة البحث العلمي حتى أحصل على ماذا. فإجمالا البحث العلمي عنا هو بحث فردي، يعني أساتذة يقومون بأبحاثهم وينشرونها في الخارج. ببلدان تاني البحث العلمي هو في مختبرات بحثية، والمختبرات البحثية نتائجها تظهر في منتجات
في 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 برودكت، يعني البحث العلمي التطبيقي، وبعدنا عم نحكي فقط عن البحث العلمي علوم طبيعيه، ما دخلنا بعد العلوم اللي هو غير مشكله مختلفه تماما. طيب برايك دكتور، هنا من يتحمل هذه المسؤوليه؟ هل هي الحكومات نفسها ام هي ثقافه اننا في العالم العربي ربما لا يمكننا ان نتطور من خلال هذه الابحاث العلميه فنتجه الى الغرب اكثر يعني؟ وكيف بالتالي يمكننا ان نقيم المؤسسات التعليميه بشكل عام هذا المسار من الاساس؟ هو مسؤوليه حكومات طبعا. الحكومات تقرر انه تضخ موارد او مال او في المؤسسات البحثيه او تنشئ مراكز بحثيه، فهذا قرار حكومي. الموضوع الثقافي المجتمعي لا يظهر في الأبحاث العلمية الطبيعية، يظهر في الأبحاث العلمية الاجتماعية والإنسانية. وهنا المشكلة أكبر، لأنه في الأبحاث الاجتماعية هناك تقاليد اجتماعية تضع قيودا على البحث العلمي الاجتماعي، لأنه هناك من نوع من تابو، لا نستطيع أن نبحث في هذا الموضوع، لا نستطيع أن نبحث في هذا الموضوع لأنه هذا ممنوع. وهذا ربما يلجأ الباحث إلى الغرب أو إلى بلدان أخرى لنشر أبحاث. هذا في العلوم الاجتماعية، لأنه في الحكومات حتى لا تقبل بحث في عدد المواضيع، لأنه هذه لا كيف تبحث هذا خارج البحث. علم دكتور أنه بالعصور الوسطى العالم العربي والإسلامي أهدى العالم مصادر المعرفة ومفاتيحها. نعم كنا بمرحلة ثانية. طيب هنا برأيك يعني الأبحاث العلمية في الدول العربية على قلتها هل تساهم في تنمية الاقتصاد؟ كلا، يعني ما هي مخصوص القلة وكثرة. إذا السياسة الحكومية في تنمية مبنية على استيراد البرودكت المنتج واستيراد البحث نفسه.